يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصالح يلقى الصلاة، يلقى القرآن، يلقى التوبة، يلقى الملتقى هذا، يلقى بر بوالده، يلقى قدام وجهه. لما نشوفه قدام وجهه يبيض وجهه، يبيض وجهه. ويجي الثاني يلقى حفلات الكريستال، ويلقى الشراب، ويلقى ارقام البنات، ويلقى المقاطع، ويلقى الروابط، سود وجه هذا. فانت وانا اسال نفسك هذا السؤال، اسالك بالله يوم انتقف بين يدي الله، اعمالك اللي قدمتها في هذه الحياه الدنيا هل ستبيض وجهك ام اذا رايتها سيسود وجهك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى يا شيخ نايف؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله للعالمين نذيراً.